بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الماجستير إحصاء، إحنا هنشوف المنهج مع بعض كده أونلاين. أول حاجة الإكويشنز اللي هتبقوا كلكم بقى مطالبين بيها، دي الأبحاث أنا راجعت عليها. كل ده الحاجات اللي هي البيور ماس دي إحنا مش هنحتاجها قوي، لان دي بس كانت مقدمة. لكن مثلا زي حاجة زي كده، ان احنا نطلع الـ linear equation، the total cost والـ average unit cost والـ break even point، ده مطلوب طبعا. مسألة زي كده لغاية ما نجيب الـ break even. المسألة بتاعت الـ cost مطلوبة. دي بقى تعريف لسه بالإيكوليبريم، لكن لما تيجي اهي مسألة اهي مطلوبة طبعا، ازاي نجيب الديماند فانكشن والسبلاي، وبعدين ازاي نسوي مع بعض عشان نجيب الإيكوليبريم، وازاي برضو نجيب